وسط إقبال ضعيف توجه الليبيون صباح الخميس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد المكونة من 60 عضواً التي وكلت إليها مهمة وضع دستور جديد للبلاد في مهلة أقصاها 3 أشهر بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه قد تم تخصيص 1577 مركزاً انتخابياً و 3500 لجنة انتخابية في جميع دوائر الاقتراع بالبلاد. أنا شاركت في بناء وطني بانتخابي لعضو أعتقد أنه الأفضل لكي يمثلني في لجنة أو ما يسمى بهيئة صياغة مشروع الدستور، وهو أول دستور لليبيا بعد انبلاج ثورة 17 فبراير. والله متفائلين خير، وإن شاء الله اللي جاي أحسن من اللي مشى إن شاء الله. ومن المقاعد 60 خصص بعضها للتبو والأمازيغ و6 للنساء، لكن الأمازيغ يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل، وبالتالي سيغيب عن المجلس الجديد ممثل الأمازيغ في لجنة صياغة الدستور. والله نحن جايين اليوم وفاء لدم الشهداء ومن أجل مبادئ ثورة 17 فبراير اللي هي دولة القانون، واليوم إن شاء الله هذه نقطة البداية والديمقراطية والحرية، هذه هي اللي نحن جينا من أجلها. ويعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الاستحقاق الانتخابي الثاني في ليبيا بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 منذ انطلاقة ثورة 17 فبراير. هذه الانتخابات تأتي في ظرفية دقيقة اتسمت بالفوضى الأمنية في ليبيا وارتفاع الأصوات المطالبة باستقالة المؤتمر الوطني والحكومة.